بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأخ الكريم الأستاذ الدكتور محمود حمدي زغزوق وزير الأوقاف، الإخوة الفضلاء وأبنائي الأعزاء وبناتي الفضليات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. للذكريات قيمتها في حياة الأمم، لأن الذكريات من شأنها أن تجعل الإنسان منا يعتبر ويتعظ وينظر إلى هذه الذكريات نظرة فيها تفتح وفيها الأمل في نصر الله عز وجل. ولذلك نجد القرآن الكريم في آيات متعددة يأمرنا بالاعتبار وبالتذكر وبالاتعاظ، ومن ذلك قوله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وفي آية أخرى نرى قوله تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيه. وفي آية ثالثة: ذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. ونحن الآن نتذكر غزوة الفتح الأعظم، وإذا أراد الله عز وجل أمرا هيأ له أسبابا. فتح مكة كانت له أسباب، على رأس هذه الأسباب الوفاء بالعهود. كان بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين مشركي قريش في صلح الحديبية كانت هناك شروط معينة، منها من دخل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دخل فيه، ومن دخل في عهد قريش دخل فيه. انحازت قبيلة بكر إلى مشركي قريش، وانحازت قبيلة خزاعة إلى المسلمين وإلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكلا القبيلتين كان يعيش في مكة، وبين القبيلتين نزاعات قديمة. في يوم من الأيام فوجئت قبيلة خزاعة فوجئت بمن يعتدي عليها ويقتل من أفرادها العدد الكثير، وأكثر من ذلك بعض قبيلة خزاعة التجأ إلى البيت الحرام فتبعهم أعداؤهم وقتلوا منهم من قتلوا. وقبيلة خزاعة بينها وبين الرسول صلى الله عليه وسلم حلف. ذهب أحد رجال خزاعة وهو عمرو بن سالم الخزاعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه ما حدث. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: والله لأمنعنكم مما أمنع منه نفسي، أي إني لأدافع عنكم كما أدافع عن نفسي وفاء بالعهد الذي بيني وبينكم. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعد العدة لفتح مكة، وقال دعاءه المشهور: اللهم خذ العيون والأبصار من قريش حتى نبغتها في بلادها. فكانت غزوة الفتح الأعظم من أجل نصرة المظلوم،
والله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن ننصر المظلوم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من مشى مع مظلوم حتى يثبت له حقه ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام. خلال هذه الفترة وعلم أحد المسلمين وهو ابن أبي بلتعة، حاطب ابن أبي بلتعة، علم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعد العدة لفتح مكة، أرسل خطابا مع امرأة وقال لها: سلمي هذا الخطاب لأبي سفيان بمكة، وفيه يقول: يا أهل مكة، إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعد العدة لكي لفتح مكة. نزل سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما فعله حاطب، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه فأحضر الخطاب من تلك المرأة، ونزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وأحضر النبي صلى الله عليه وسلم حاطبا وسأله: لما فعلت ذلك؟ فقال: يا رسول الله، أنا كنت رجلا لست من قريش، وبعض أهلي في قريش، فأحببت أن أقدم خدمة لقريش حتى تحسن صحبة أقاربي ولا تعتدي عليهم. وهنا قال سيدنا عمر: يا رسول الله، إذن لي أن أضرب عنقه فقد خان الله ورسوله. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا عمر، إن حاطبا ممن حضر بدرا، ولكأن الله عز وجل قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. المهم أن أبا سفيان أحس بخطئه عندما قومه آزروا الظالمين على المظلومين، فجاء إلى المدينة المنورة لكي يجدد العقد الذي بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. وأبو سفيان عندما جاء إلى المدينة ذهب إلى ابنته السيدة أم حبيبة، وهي إحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عليها وقال لها: أنا جئت لكذا وكذا وكذا، وأراد أن يجلس على الفراش الذي يجلس عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخذته من تحته، فتعجب وقال لها: يا بنيتي، أرغبت به عني أم رغبت بي عنه؟ يعني هل هذا الفراش شيء متواضع فستأتيني بفراش أفضل منه، أم أني أقل من أن أجلس على هذا الفراش؟ فقالت له: يا أبي، أنت رجل مشرك، وهذا الفراش يجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح لمشرك أن يجلس على الفراش الذي يجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم. رجع أبو سفيان إلى مكة يجرجر أذيال الخيبة، وعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أضمر أمرا وهو نصرة المظلوم. وسار النبي عليه الصلاة والسلام بجيش من 10,000، وعندما وصل إلى مشارف مكة جاء أبو سفيان وأمسك به بعض المسلمين وأخذوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ودارت مناقشة طويلة بين أبي سفيان وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وفي كل مرة الرسول يقول له: يا أبا سفيان،
أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فيقول: يا محمد، هذه في النفس منها شيء. وأخيرا أسلم. فقال سيدنا العباس وكان حاضرا: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا من الفخر. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا سفيان، عد إلى مكة وقل لأهل مكة: من دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل بيته وأغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ومرت أيام قليلة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة دون قتال يذكر سوى مناوشات قليلة. لم يدخل مكة صلى الله عليه وسلم دخول المتكبرين أو المتعاظمين، بل دخل مكة وهو على راحلته وكادت جبهته أن تمس عنق راحلته، شكرا لله سبحانه وتعالى. وصلى 8 ركعات سماها العلماء بصلاة الشكر، شكرا لله عز وجل. ودخل الناس في دين الله أفواجا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لمن آذوه وأخرجوه من بلده؟ ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وهكذا ضرب صلى الله عليه وسلم أروع الأمثال في العفو وفي التواضع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأيام خيرا من سلفها، وأن يجعل خلفها خيرا منها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.